السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل مولانا احسان اللہ حسین ضرور سبسکرائب کریں۔ درمانی الحمدللہ الاکرم الذی خلق احسان وکرم وعلمہ من البیان ما لم یعلم فسبحان الذی لا سمتنا بلسان ولا بالقلم ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ الذی اوتی جوامع الکلمی وجوامع الکلمی وکرائم الحکم ومکارم الشیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ نجوم طریق الامم اما بعد فان علم الشرائع والاحکام هو اعظم فرائض الاسلام ومن سمى به وحمد عليه تعليما وتعلما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مبعوث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص إماما إنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وبارك على محمد بعدد من قاد وقام عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الرحمن علم
Allah